تغير المناخ على رأس قائمة التحديات العالمية، ويجب على الولايات المتحدة والصين العمل معا لمواجهة هذا التهديد الوجودي. بصفتنا أكبر مصدرين لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم وأكبر مستثمرين في الطاقات المتجددة، فإننا نتحمل في الوقت نفسه المسؤولية المشتركة والقدرة على قيادة طريق. دعوة للعمل المشترك لمواجهة أخطر التغير المناخي أطلقتها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال زيارتها لبكين، دعوة هدفها حلحلة الأزمة التي خلفتها زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي لتايوان، وعلقت على إثرها بكين محادثات المناخ المشتركة مع الولايات المتحدة. مؤشرات التهدئة بين واشنطن وبكين بدأت في الظهور مع إعلان السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز أن المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري سيزور بكين قريبا لمناقشة التعاون بشأن التغير المناخي. رئيس وزراء الصين لي تشيانغ من جانبه أشار إلى تحسن محتمل في العلاقات بين بكين وواشنطن. زيارة يلين تحمل في طياتها عدة رسائل، إذا أكدت أن بلادها لا تسعى إلى فصل تام بين الاقتصادين الصيني والأمريكي، بل تهدف إلى تنويع اقتصادها. وزيرة الخزانة الأمريكية دعت أيضا إلى منافسة سليمة مع الصين، معربة عن الأمل في عدم ترك الخلافات تحدث تدهورا غير مجد للعلاقات بين البلدين. في الوقت ذاته أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية عن قلقها من استخدام الصين تحركات عقابية تجاه الشركات الأمريكية، وكشفت عن مخاوف بلادها إزاء القيود الصينية الجديدة على صادرات المعادن النادرة، زيارة يعول عليها لرأب الصدع والتوصل إلى مساحة مشتركة لتهدئة التوتر ووضع إطار عام ومعايير للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين بما في ذلك المنافسة التكنولوجية. فهل تأتي بثمارها المرجوة؟